السلام البنات، المهم درت لكم فيديوهات ديال البريمارك. اليوم ما نقولش لكم برا عندكم في بريمارك. انتما هادو كتحطي فيهم اللي بغيتي، الشكل ديالهم هكا كانوا هادو هما الاولين. دابا جابوا هذا الشكل هذا اللي فيه بحال الذهبي، غزالين الصراحه. انتما كتحطي فيهم اي حاجه بغيتي، دايرين اورو او 50. وهادو جوج كويسات حتى هما في هذا الشكل، ممكن ما يدار الصراحه. جابوا شي حاجه جديده، 5 اورو جوج كويسات. وكاين هادو حتى هما مرايا، كانوا هادو دايره كتحطي فيها الرويحات ديالك اللي بغيتي، المهم داكشي اللي بغيتي كتحطي فيها. وهنايا جابوا هادو جداد، هاد المنظمات شي حاجه راقيه. الكحل بالنسبه اللي كيعجبها الكحل 9 الاورو. هانتوما شكلهم راقي جدا، كديري فيها اي حاجه بغيتي تنظمي في البيت ديالك. وهذه حتى هي عجبوها في هذا الشكل، داكشي ديال الهاي 7 اورو. وهاد البواط هذه حتى هي كديري فيها حتى هي اللي بغيتي في هذا الشكل، هذا دايره 7 اورو حتى هي. هذا بالنسبه داكشي جديد. وهنايا هاد القريعات هادو 4 اورو، هادو كديري فيهم اللي بغيتي حتى هما. هاد العود راه دارج على الموضه، هادي كبيره شويه. وكاين الصغيره ديالها، الصغيره ب3 اورو 50، والكبيره 4 اورو. هادو ديال العود، معايا القاد ديال العود حتى هما. كاينين هاد جوج كويسات غاليين شويه، ولكن شكلهم زوين، فيهم الذهبي 8 اورو جوج. هادو شميعات ريحتهم فنة، دايرين 2 اورو فيها 6 كويسات. هادو هاد الريحة فيهم غزالة. هانتوما هادي حتى هي الله جابوها 7 اورو، فنة بحال الرخامة، تحطي فيها اي حاجه بغيتي. هذا معطر الجو، الريحه هنايا ما نقول لكمش، الريحه رائعه جدا جدا. هذا عجب، هذا المعطر حتى هو ريحته زوينه. هذا حتى هو منها ديكور، منها شمعه. والثمن ديالهم التي نشوف 7 اورو في هاد الشبيشيبة، 7 اورو. هادي حتى هي كديري واحد هذاك بحال الزيت فيه الريحه، كيجي زوين. كديري الشمعه هنايا تشعليها وكتعطي الريحه. الشكل ديالها زوين، تراوجت انا في الهضره كاع. 3 اورو هاد، هو هذا اللي كتكبيه في هذيك البلايصه هذه، وكتبقى عاطيه الريحه زوينه. هنايا هادو ما عرفتش شنو هذا الشيء اللي جابو هنايا. هذا كويس كويس، فيه الغطا ديالو ما عرفتش. هادو حتى همايا الشكل ديالهم، هذا كاس لداخل كاس ديال الشمع، وفيه هذا الغطا هذا، يعني ملي كتسالي الشمعه كتستغلي هذاك الشكل هكاك. هنا هادو داروا لهم 2 اورو، ما عرفتش شنو هاد العجب هنايا، والله ما عرفتش شنو هاد الشيء هنايا، ما نعرف. هادو فيهم ريحه زوينه، كدير مع الحوايج فيهم ريحه رائعه. هاد 6 اورو، هادو تا هما. هدا الشمع تا هوايا، هدا كاين في البيض وكاين الكحل. هانتوما الديكور غزال، 6 اورو هدا تا هو عاد جابوه.
كتحط ديكور هادو ديما كيجيبوهم حتى هما هادو عاد جابو هاد اللعيبه هادي دايره 3 اورو شكلها زوين حتى هي هادو تمايا 2 اورو هادو كتعلقي فيهم الديكورات اللي بغيتي هادو 2 اورو هادو دارو لي 10 اورو كان ب 17 داروا لي 10 اورو هذا تو كيجي الديكور زوين كتحطي فيه هاد المزهريات كيجي الديكور فن وهادو دايرين فيهم بروموسيون هادو ديال الدجاج ديال الصابون 3 اورو والكاس كديري فيها هكا اللي بغيتي وكاينين شي حاجات هنا مسدودين ما عرفتش شنو هما دايرين فيهم اوفيرتا 6 اورو حيت كانوا دايرين على حساب راس العام هذا كيتعلق حتى هو واعر الشكل ديالو غزال هادو كاملين حتى هما زوينين هادو حتى هما وهنا الورود لعشاق الورود هادو اللي كيتعلقو تاهما فنين هادا البنات 8 اورو هادو 7 اورو هاديك الخاولة فنة الصراحة هنا هادو فنين هادو بالنسبة لتزيين البيت ديال الأطفال كاين هادو كاين هادو هنايا هادو الديكورات كاين هادو هادشي بالنسبة للأطفال هادو 3 أورو مع هادو كيجيو بحال الديكورات كيتعلقو دايرين فيهم أوفرتا 3 أورو المهم هنا دايرين ديسكوينتو لشي حوايج هادي طوموبيل 5 أورو كرفانة هاد المخيدات كانوا دايرين فيهم تخفيض ومازال دايرين فيهم 4 أورو مخيدات هادو الغطا ديال الكامة 10 أورو قريعات فنين هاد الكويسات هادو تهما غزالين هاد كاين هادو كاين هادو تهما فنين بالنسبة للأطفال راه دايرين ليهم داكشي الصراحة ولو كيجيبو داكشي ديال الأطفال الصراحة هادي تا هي كتعلق كتجي زوينة هانتوما شوفوا الشكل كي كتجي فنة هادي كتعطي ديكور زوين في البيت ديال الدراري يكون منظم هانتوما هادو الفيطات 16 اورو فوطات ديال الحمام هادو عاد جابوهم فنين كاين ديال الولاد وكاين ديال البنات بطبيعة الحال الغوز هادي فين ديري ليه الحوايج ديال التصبين 6 اورو هادو كويسات ديال الرخام كاين هادو هادي ديال التصبين انتم كاين هاد اللون في الخضر وكاين هاد اللوين هادو زوينين كاين الكحل ديالهم كاين هادو الفيطات هادو
ديال القطن 100%. هاد 7 أورو. كاينين هادو وبهذا كنهي الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش تشوفوا، غادي نلوح لكم فيديوهات. المهم شي 5 الفيديوهات بقيله، طالبيني الاخوات بزاف وتبعوا معايا. الى فيديو قادم ان شاء الله.